السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في درس اليوم سنرى قابلية القسمة على العدد 7، أو بتعبير آخر كيف نعرف أن عددا ما مضاعف لسبعة أو يقبل القسمة على 7. إذا قبل أن نبدأ نذكر بمضاعفات 7 الأولى. إذا مضاعفات 7 الأولى هي 7 × 0 = 0، 7 × 1 = 7، 7 × 2 = 14، 7 × 3 = 21، 7 × 4 = 28، 7 × 5 = 35، 7 × 6 = 42، 7 × 7 = 49، 7 × 8 = 56، 7 × 9 = 63، 7 × 10 = 70، 7 × 11 = 77. إذن هذه الأعداد 0, 7, 14, 21 حتى نصل إلى 77 هي المضاعفات الأولى للعدد 7، وكلها قابلة للقسمة على 7. مثلا 0 مقسوم على 7 = 0، 7 مقسوم على 7 = 1، 14 مقسوم على 7 = 2، 21 مقسوم على 7 = 3، 28 مقسوم على 7 = 4، وهكذا. ودائما يكون الباقي هو 0. مثلا 56 مقسوم على 7 = 8، وسيكون الباقي 0. لماذا؟ لأن 56 هو مضاعف لـ7. الآن ماذا لو وجدنا عددا أكبر من هذه المضاعفات؟ كيف سنعرف أنه مضاعف للعدد 7 أو يقبل القسمة على العدد 7؟ مثلا نأخذ العدد 91. 91. إذا كيف نعرف أن هذا العدد مضاعف للعدد 7 أو يقبل القسمة على العدد 7؟ إذا الطريقة بسيطة جدا. إذا نترك رقم الوحدات، نتركه ونأخذ العشرات أو العشرات والمئات إلى غير ذلك. مثلا نأخذ هنا 9 ناقص رقم الوحدات نضربه في 2، 2 × 1 = 2 × 1 تساوي 2. إذا 9 ناقص 2 = 7. ماذا وجدنا؟ 7. إذا 7 مضاعف لـ7، مضاعف للعدد 7. إذا العدد 91 يقبل القسمة على 7 وهو مضاعف للعدد 7. نأخذ مثالا آخر. مثلا 175. 175. كيف نعرف أن هذا العدد مضاعف للعدد 7؟ إذا دائما نترك الوحدات، ونأخذ باقي الأرقام. 17 ناقص الوحدات دائما نضربه في 2، 5 × 2 = 10. إذا 17 ناقص 10 = 7. إذا 7. إذا 7 مضاعف لـ7. إذا هذا العدد 175 يقبل القسمة على 7 أو مضاعف للعدد 7. نأخذ مثالا آخر. مثلا 1806. إذا كيف نعرف أن هذا العدد مضاعف لـ7 أو يقبل القسمة على 7؟ إذا دائما نعزل الوحدات ونكتب 180 ناقص. إذا الوحدات نضربه في 2، 6 × 2 = 12. إذا 180 ناقص 12 = كم؟ تساوي 168. إذا 168 هل توجد من بين هذه المضاعفات؟ لا. إذا نفعل نفس الطريقة مع 168. 168 نعزل رقم الوحدات ونحتفظ بباقي الأرقام. 16. إذا 16 ناقص 8 دائما في 2، الوحدات في 2، 8 × 2 = 16.
إذا 16 ناقص 16 تساوي 0، إذا 0 مضاعف لسبعة، إذا العدد 168 والعدد 1806 كلها مضاعفات للعدد 7 وتقبل القسمة على العدد 7. نأخذ مثالا آخر، مثلا نأخذ 89، 89 نعزل الوحدات، نكتب 8 ناقص الوحدات في 2، رقم الوحدات في 2، 8 ناقص 18، ويمكن أن نقلب العملية ونكتب 18 ناقص 8، نفس الشيء 18 ناقص 8. إذا 18 ناقص 8 تساوي 10، 8 ناقص 18 تساوي ناقص 10، هو نفسه، هنا فقط وجدنا عدد سلبي وهنا عدد موجب، سالب وهنا عدد موجب. إذا 10 هل هو مضاعف للعدد 7؟ هل نجد هنا 10؟ لا، لا نجدها. إذا 89 ليس مضاعف لسبعة ولا يقبل القسمة على 7. نأخذ مثلا العدد 84، هل يقبل القسمة على 7؟ هل هو مضاعف لسبعة؟ دائما نعزل رقم الوحدات، إذا 8 ناقص 4 نضربها في 2، 4 في 2 8، إذا 8 ناقص 8 0، إذا 0 مضاعف لسبعة، إذا 84 مضاعف لسبعة ويقبل القسمة على 7. نأخذ مثلا 250، هل هو مضاعف لسبعة؟ إذا نعزل رقم الوحدات دائما، نكتب 25 ناقص 0 نضربها في 2، إذا 0 في 2 تعطينا 0، 25 ناقص 0 25، هل توجد 25 من بين المضاعفات؟ لا، إذا 250 ليس مضاعف لسبعة ولا نقبل القسمة على 7. مثال آخر، مثلا 177، إذن هل هو مضاعف للعدد 7؟ نفس الطريقة، نعزل رقم الوحدات، نكتب 17 ناقص 7 في 2، في 2 كم تساوي؟ 14، 17 ناقص 14 تساوي كم؟ 3، هل 3 مضاعف لسبعة؟ لا، إذا 3 ليس مضاعف لسبعة، إذا 177 ليس مضاعف لسبعة ولا يقبل القسمة على 7. إذا بعض الأمثلة الأخرى، مثلا 455، إذن هذا العدد هل هو مضاعف للعدد 7؟ إذن نعزل رقم الوحدات دائما، إذن 45 ناقص 5 في 2، 5 في 2 تساوي 10، 45 ناقص 10 35، إذن لاحظوا 35 مضاعف لسبعة، إذن 455 مضاعف لسبعة ويقبل القسمة على 7. مثال آخر، 588، هل هو مضاعف لسبعة؟ نعزل رقم الوحدات، نكتب 58 ناقص 8 في 2 16، إذا 58 ناقص 16 تساوي 42، لاحظوا 42 من مضاعفات 7، إذا العدد 588 مضاعف لسبعة
ويقبل القسمة على 7 مثال آخر 1337 نعزل رقم الواحدة دائما 133 ناقص 7 في 2 14 إذا 133 ناقص 14 كم تساوي؟ تساوي 119. هل نجد هنا 119؟ لا. إذا 119 أكبر من 77، إذا سنجرد 119 بنفس الطريقة. إذا 119 نعزل رقم الوحدات ونكتب 11 ناقص 9 في 2، 9 في 2 18، أو 18 ناقص 11 نفس الشيء، 11 ناقص 18 ناقص 7 و 18 ناقص 11 7، إذا نأخذ القيمة المطلقة، نأخذ القيمة المطلقة وهي 7، إذا 7 هو مضاعف للعدد 7، إذا العدد 119 مضاعف ل7، وكذلك 1337 مضاعف ل7. إلى هنا نأتي إلى نهاية هذا الفيديو، دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء في درس قادم إن شاء الله.